وشوشة. أنا بحب أتعامل مع كل الممثلين الكويسين يعني التقال، وأنا استمتعت وأنا بعمل الدور ده. وأصعب مشاهد ليا كانت المشاهد اللي أنا بقعد فيها مع شخصية نوح اللي هو محمد رجب، وإن أنا الدكتور، فإن لما يتعصب أو ما ينفعل أو ما يقول لي حاجات غريبة، الثبات الانفعالي اللي بيعمله الدكتور النفساني قدام المريض ده، كانت أكتر مشاهد بتتعبني. أستاذ إسلام حافظ المؤلف صديقي عمل حركة كده، إن هو معرفناش كلنا النهاية، فإحنا قاعدين بنمثل كلنا وإحنا مش عارفين النهاية كانت هتبقى إيه، ومتهيألي ده خدمنا في التمثيل. يعني ده حصل بره في فيلم اسمه The Others، كان نيكول كيدمان، المؤلف ما قالهاش عن النهاية عشان تفضل طول الوقت تمثل وهي مش فاهمة، لأن الشخصية مش فاهمة. بس لما حصلت القلبة في الآخر، دي اللي خدت مني مجهود، إن أنا أبين الفرق بين شخصية سامح وبين شخصية نوح، إن أنا فجأة بقيت نوح وبتخيل كل ده، وإن أنا كمان أعمل الفرق ما بين نوح قبل ما يخش المصحة ونوح بعد ما دخل المصحة. ممكن الحالة بتاعت المشهد تقعد معايا شوية بعد المشهد، بس لا يعني بفصل يعني ما أعرفش قدام بقى ممكن إيه اللي يحصل. مشهد بتاع قتل حبيبته ده أنا أعصابي ثابت، لأنه كمان استلمنا الحلقة قبليها بيوم، الأستاذ باهر دوادار قال لي المشهد ده قبليها بيوم، فقعدت كنت متوتر جدا، ان المفروض دي البني آدم الوحيدة اللي حبيتها ووثقت فيها وبقتلها. فأنا عملت دكتور نفسين، رحت قعدت مع دكتور نفسين، لكن أجيب واحد مجنون كده منين أقعد معاه يعني. وفي جملة تانية بيقولها لعبد الرحمن أبو زهرة لما بيرفعها، بيقول له أنا اللي قتلت أمي عشان أخلص من كلمة ابن الغجرية الزانية وأنا عندي 20 سنة. قلت لهم يا نهار اسود، وانا بمسك الورق قلت لهم يعني بيقول انا اللي قتلت امي، طب دي تتقال ازاي وهل طب في حد قتل امه قبل كده يا جماعه؟ يعني ده مستحيل، يعني ده مش بني ادم. وده اللي خلاني من بدايه الشخصيه ان عاكف وشه ميت، ده واحد بيتاجر مع داعش والاعضاء واسرائيل وقتل عائله سليم الانصاري، و يعني مش بني ادم. فطول الوقت انا مدي بوكر فيس. امتى بقى انفجر عاكف بين الغل والوجع اللي جواه؟ لما ابتدى يواجه ابوه، ان انت اللي قصرت معايا، وانت اللي ما جبتليش شهاده ميلاد، وانت اللي خلفتني من واحده عامله كده، وانت اللي سبتني في وسط الغجر ربوني. فانفجر، فالاحاسيس اللي جواه ابتدت تبان. ولما ابوه مات ابتدى يبان الانسان اللي جواه، لكن هو ميت، هو من البداية هو مش بني آدم. يمكن اتهاجمت شوية بسبب الأداء ده في أول مسلسل، بس الناس بعد كده ابتدت تفهم يعني. وما كنت منزل الشارع كنت بشوف رد فعل يعني أكبر مما كنت متخيل يعني. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.